دي حاجه معروفه عن عبد الوهاب بس بالباخره مفيش طياره في الاول بس بعدين لا في الاخر طيارات كان باخره على طول وبعدين ركب طياره بس قليل ما ركبش طياره كتير ولا في الاخر بدا يركب لا اخر كذا سنه كان طياره على طول مرهقه موضوع الباخره دي في الاخر لما كبر كان يا يروح مارسيليا يروح مش عارف فين وياخد قطر فبقى مش قادر يعني ليه تسجيل لطيف لسالو حجازي الاعلاميه الكبيره لما قالت له الطياره لا طياره ايدي ما ماليش دعوه بيها خالص هو الباخره يقول لك الباخره ممكن تغرق بيموت فيها شويه لما الطياره ما فيش تفاهم لا لا ما بيقول لك الطياره هتركن فين افرض حكايه وسوسه عبد الوهاب دي اثرت فيكم وايه اللي تفتكروه من الحاجات البارزه قوي في الوسوسه عن عبد الوهاب في النظافه هو كانوا في حاجات كتير انا اثرت فيا جدا لدرجه ان انا زيه بالظبط والله تغسلي الصابونه لا مش لدرجاتي لا مش الصابونه بس وسوسه وسوسه هو مشهور عنه انه كان يغسل الصابونه من كتر ما هو وسوس كان يغسل كل حاجه والفاكهه ان ما كانش يجي الطباخ قدامه ماسك له الفاكهه مغرقانه في الصابون وفي المواد الخل والحاجات دي والحاجات دي ما ياكلهاش يعني كان وسواس بدرجة شديدة جدا جدا أنا طلعت زيه في المرض كان وسواس في المرض جدا كمان يعني. أي حاجة تحصل لك طلعت زيه وأنت زيه لا خالص الحمد لله أنا ولا بيقبلني كان يكره يوم الخميس ليه؟ قال الدكاترة عشان الدكاترة بتاخد أجازة خميس وجمعة بتشتغلش مفيش دكاترة كبار يقول لك انا خميس وجمعه بحسش مش مطمن مع انه ابو ابي انا هيجي له اي دكتور هيجي لك اي حد يعني مصاحب كل الدكاتره هو صاحبهم اصلا بيكلمهم اي وقت فيعني مش ما عندوش مشكله بس برضه كان بيخاف عبد الوهاب يبدو من بعيد كده انه كان رجل روتيني جدا يعني ليه مواعيد وليه نظام وليه بتاع لكن انا اعرف من اصدقاء كتير انا للاسف ما اتقابلتوش يعني كده شفته في حفلات كتير يقولوا انه كان راجل يعني حبوب جدا أوي. ولطيف جدا 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 وده بيحب السهرات مع اصحابه بس يعني ما يخرجش كتير لا ما بيخرجش ما بيسهرش كتير بس كمان. في بيته نظام مع اصحابه يقولوا بيته بس برضه بالمواعيد طبيعي يعني يقولوا هيتعشى الساعه 9:30 وهينام الساعه 12 اظن بينام بالليل انما يستقبل والاصحاب كان يحب انهم يقولوا جدا يعني استاذ جلال معوض كتير ابو اصدقاء كتير جدا محمود حسن انا اعرف كمان عزت العلي اللي كان صاحبه يعني في فنانين كتير مرتبطين مع عبد الوهاب يحب ويحب يتفرج على مسرحيات فؤاد المهندس